باللحظه هذه ما كانش منظمه حقوقيه جزائريه، يعني ما نتكلموا على المنظمات اللي موجوده في الداخل وراهي تحت ضغط وكذا، يعني منظمه حقوقيه راهي موجوده على الاقل تتكون من حقوقيين جزائريين في الخارج تقوم بهذا الدور. لما تروح لمجلس حقوق الانسان تلقى اشخاص يرسلوا فيه كافراد، ولكن كهيئه وكتنظيم كمنظمه ما كانش. لهذا لجأنا الى تاسيس منظمه الامل للحريه والديمقراطيه، وانت اللي عطيتها اسم الامل. ورانا في طور تأسيس هذه المنظمة، هذه اللي بإذن الله رايحين نضرب بها ضرب قوي للعصابة، منا للأيامات. يعني وشنو أنا مشغول، أنت مشغول، الأخت جميلة مشغولة، وكان بزاف ناس راسلونا الفرصة هذه باش نتكلم، انه كثير اخوان راسلونا من الجزائر، من امريكا، من فرنسا، وقلنا باللي راح نرد للاخوان هذا كامل، انه كان ناس يقول لك نحب ننضم. هذا ماهوش حزب سياسي، هذه منظمة اللي تعمل على الاتصال بمنظمة دولية، بمنظمات حقوقية، وتعمل على مساعدة الجزائريين اللي في الداخل اللي يدخلوا الحبس. مليون 23 واحد راه في الحبس، دايرين إضراب على العمل، على الأكل، كاين ناس اللي راهم فاقدين العمل تاعهم، يخرجوا في الحبس مطرود من العمل، هذو الناس باش نساعدوهم. لذلك بزاف الإخوان اللي يقول لك رانا مستعدين باش نمدوا عطونا النيميروات، مش سهل باش تحل الكونت بانكي الاولى، حساب بنكي مش سهل باش تفتحوا. ضف الى ذلك يلزم تكون عندك، احنا لابد ان يكون عندنا اعتماد من الامم المتحده في جنيف باش ما نكونوش نضربوا في الفراغ. و بالنسبه لاخواني في الجزائر، احنا نرحبوا بدعمهم، ولكن ما همش قادرين يديروا حاجه، ما قادرين يديروا حتى شيء، لانه هذا ماهوش حزب محتاجين الى تمثيل في الجزائر. وحتى باش يساعدوا مساكن الناس ما عندهمش، على بعده اللي عنده يعني منين راح يخلص مثلا الكوتيزاسيون بالدينار، ما تقدرش تدير. وماناش باغيين نعرضوا الناس للمشاكل في الجزائر، ماناش باغيين نعرضوهم. بالتالي يبقى كلش في الخارج، الناس يعيشوا في فرنسا، في بريطانيا، في امريكا، في كندا، في الولايات المتحده، ويساعدوا كل واحد كيفاش يساعد. هذا اللي انا في الجزائر ما يكون عندنا تيرولي، ونحاولوا ما يكونوش نحاولوا كيفاش بالطرق الخاصه اننا نشد حاجيات او بعض من حاجيات الاخوان اللي محتاجين. لان ما تقدرش واحد راهو دخل الحبس وخرج وما عندوش شكون يعيلو الاستراد ديالو، واحد في الحبس وعايش ما عندوش باش تاكل الخبز، لازم الناس تعاونهم. هذا هو اللي باش نديروه. بارك الله فيك هشام. سؤال اخير ولكن رجاء باختصار، ما هي رسالتك حول حقوق الانسان للنظام وللشعب وللمنظمات الدوليه؟ بالنسبه للمنظمات الدوليه، علينا احنا باش نتواصلوا معها وباش نبقاو باستمرار نتكلموا، نعطيهم ما راهو حاصل في الجزائر حتى يقدروا يضغطوا على العصابة. بالنسبه للشعب نقدر نقول لهم الان مع الدعم الامريكي للحراك وللشعب الجزائري وليس للحكومه، هذا اللي مليح، انه امريكا اختار بين الشعب والنظام، فرنسا اختارت النظام. هذا يعني اذا مادام في امريكا طارح موضوع حقوق الانسان في حوار مع العصابه فيطمئن الشعب. هذه رسالتي للشعب. اما رسالتي للعصابه في موضوع حقوق الانسان، لا رساله لي الى اناس لا يتصفون بصفه الانسان،